العربية والحليبات هذا طريقة المطعم. حاتم شادي رئيس جمعيه القطريه للجائزه الثالثه في الرسم. المركز الثاني في مسابقه الرسم حكيم الحراق. حكيم الحراق يفوز بالمرتبه الثانيه في مسابقه الرسم في مسابقه اجمل لوحه. اللوحه اللي رسم قديم مصاب جائزه قدرها 3000 درهم. المركز الثاني أما الفائز بالمركز الأول في هذه المسابقة السيد بدر الدين مبسط. بدر الدين مبسط. بدر الدين مبسط. بدر الدين مبسط يفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة أجمل لوحة. كذلك رسم ألف مبروك للفائزين الثلاثة في هذه المسابقة مسابقة الرسم. ننتقل معاكم إلى مسابقة السلوذي. السعيد سلمون. سعيد سلمون يفوز بالمركز الثالث في مسابقة السلوذي. المركز الثالث سعيد سلمون. المركز الثاني عبد الحميد سلمون. صفقوا صفقة يا شباب هذه الأبطال. صفقة.
ما في بطل هذا الموسم لسباق السلوقي، وجاء في المركز الأول السيد رشيد العمارتي. ألف مبروك للفائزين في مسابقة سباق السلوقي. أما لا المركز الثالث قطبي، بسمة قطبي بسمة المركز الثالث مسابقة الرماية نبال زيزة الدرهم. مسابقة الرماية بالقوس وبالنبال. وجاء في المركز الثاني السيد جواد الزايدي. المركز الثالث حسون موسى. المركز الثالث في مسابقة الرماية المحترفين، المركز الثالث فاز بجائزة 100,000 درهم. المركز الثاني في مسابقة الرماية بن عاشر أبو طيب. أما المركز الأول في هذه المسابقة وبطل هذه المسابقة في هذا الموسم 2023 فجاء من نصيب علي الركبي. انتقل معاكم الى مسابقة النبال خالق الشركي. خالق الشركي فاز المرتبة الأولى بجائزة قدرها 3,000 درهم في مسابقة الرماية بالقوس والنبال. ألف مبروك لجميع الفائزين في جميع المسابقات التي انضمتها جمعية القناص القطرية وبالتعاون مع جمعية عبد الصمد كنفاوي. نطلب من الفائز